ماتشات الكورة، المباراة قدامك، الكافيتريات مليانة بشر، البيوت مليانة، ميعاد المباراة محدد. تلاقي لما فريق يدخل هدف على فريق تاني الدنيا تقوم ما تقعدش، وتلاقي في سباب، وتلاقي في شتم، وتلاقي في قذف بسبب ماتش كورة. القلب هيطمن ازاي؟ اذا كان انت ما انشغلتش ان العصر صلاة العصر فاتتك عادي، صلاة الفجر فاتتك عادي، ولا تهز فيك شعرة، لكن فريقك خسر لا، ده الدنيا تقوم وما تقعدش. ومراسلات، وممكن تعادي صديقك وصديق عمرك بسبب ماتش كورة. قلبك يطمن ازاي وانت بعيد عن طريق ربنا؟ ما فيش طاعة ازاي؟ كتير من الناس النهاردة تلاقي الصديق يعادي صديقه بسبب الماتش، تلاقي الاخ يشتم اخوه بسبب مباراة، تلاقي شتم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مباراة. ولو فاتتك صلاة الفجر ولا يشغلك، لو فاتتك صلاة الجمعة وجيت فيها متأخر ولا يشغلك، لو ما قرأتش القرآن في يومك ولا يشغلك، لو أكلت الحرام في يومك ولا يشغلك، لو زعلت أبوك أو أمك ولا يشغلك، ليس هناك صلة أرحام ما بيشغلكش طاعة ربنا، يبقى قلبك يطمن إزاي يا حبيب قلبي؟ مشاكل تحصل بسبب أهل وزمالك ليه يا عم؟ هي الدنيا شغلك للدرجة دي؟ أقسم لكم بالله مش هينفع الكلام ده كله، اللي هينفع إيه؟ قال الله عز وجل في سورة الشعراء: إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الضغينة، سليم من الكراهية، سليم من المعصية، ده اللي هينفعك في الآخرة. لكن شغل الهجس اللي بيتعمل والمشاكل اللي بتتعمل وخصام البعض عشان مباراة، ده مش هتلاقي إلا سيئات واضطراب قلب وخصام وشجار وعراك ومقاطعة ومشاحنة بسبب كلام ما أنزل الله به من سلطان.